السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أيامكم وأنتم كذلك. الله يحفظكم. من جنابك؟ من المملكة العربية السعودية الأحساء. أهلا وسهلا بك. شنو تريد تقول بهذه الأيام المباركة ألا وهي ولادة سيد ومولاي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك ولادة الإمام الصادق عليه السلام؟ أولا أهنئ صاحب العصر والزمان بهذا المولد الشريف، وكذلك المراجع العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض المغاربة. أحسنتم، بارك الله بك. شلون شفت الأجواء الروحانية في كربلاء المقدسة؟ والله أعجز عن الوصف صراحة، والحمد لله أن الله وفقني وجيت لهذه الأماكن. طبعا لهذه أول مرة أجي، والله يبلغنا إن شاء الله في كل سنة إن شاء الله. شنو كانت حاجتك من الإمام الحسين عليه السلام؟ حاجتي والله إنه الله يثبتنا على الولاية، هذا أهم شيء. زين، شكرا لك وبارك الله بك. الله يبارك فيكم، شكرا لك. السلام. العالم الإسلامي بولادة الرسول الأعظم وولادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ العراق ونهنئ الأمة الإسلامية والمراجع العظام بهذا الولادة العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك إلى الإمام الحجة سلام الله عليه بمولد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى جده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أما عن الأجواء هنا في كربلاء المقدسة فإنها ممتازة للغاية. أنا الحمد لله جيت في عرفة، الأمة الإسلامية وخصوصا شيعة أهل البيت عليهم السلام في جميع العالم بمناسبة مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق. واقعا نحن قادمون أو قدمنا من الأحساء إلى هذه البقعة الطاهرة، وكل ما وجدناه من أمن وأمان واستقرار، ونشعر بالفعل بأننا في جنة لله سبحانه وتعالى على الأرض.